السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا هاي الغسالات، محل مع الغسالات هاي بهولندا. شوف هنا أنا تدخل وهنا غسالات، هاي شوف هاي غسالة، هاي الغسالة مالتي تغسل الملابس، وهنا أنا شوف هنا أنا يمكن هاي 1 2 3 هاي 4 5 6 7 8 هذا المحل. هنا راح تشوف هاي الصراف، الصراف هذا شو يسوي؟ هنا هاي 5 يورو، هاي 10 و20، هاي التصرف تدخلها منها تطلع لك هنا الخردة، تدخل هنا أوراق، هنا تدخل العملة مثلا تدخل ايش قد؟ 4.5 يورو تدخلها هنا وهذا الزر، فتريد تسترجع فلوسك منه، بس اذا ما تريد تسترجع فلوسك تدوس هاي النقطة وتدوس هاي هنا النقطة هاي هنا. اذا تريد تصرف، تريد تصرف 2 يورو تريد تصرف الى يورو يورو، فهنا تطلع لك، وهنا اذا تريد تصرف يعطوك 50 سنت يعني 4 يورو اللي تريد تخليهن يطلع لك 50 سنت، 50 سنت يعني خردة هنا أنا. وهنا أنا تاخذ القطعة منها تطلع لك القطعة المعدنية تخليها هنا. شوف الغسالة شلون بدها تكتر هسه بعد خلص. المهم ما علينا، خلي القطعة المعدنية هنا، إذا تريد تسترجعها تسترجعها منها، دوس الدقمة تسترجعها. المهم كم شوفها، هي غسالات عمومية هاي بهولندا باوع. نجي هسه على شنو، اذا تريد تشتري مثلا، تريد تشتري هاي انواع التايت او الصابون منها، اذا تريد تشتريه شوف شلون تدوس على اي رقم، هذا الرقم باوع له، خلينا نقول هذا 70 سنت، وهذا 300 تكتب 305، تكتب هنا 305 وتحط هنا 70 سنت هنا أنا. وتدوس الدقمة، تدوس هاي الدقمة، شوف حتى هاي كتابة واضحة لك، تطلع لك منها من جوا تطلع لك النموذج اللي انت تريده. اذا تريد قاعد ما عندك شيء بيبسيات او مو بيبسيات تقدر تخليها. وهنا أنا هنا مال اطفال، شوف شكد حلوة مال اطفال، يعني باوع. هنا أنا اكو، بس نجي على هذا هنا النشاف، النشاف او يضرب اوتي هنا هم تدفع 50 سنت اعتقد، تدفع 1 يورو، هذا 1 يورو او 50 سنت فور 5 مينت يعني 5 دقائق، تدوس خلي هنا الملابس مالتك وتدوس هاي الدقمة، تدوس هاي الدقمة فتنشف لك، العفو تكوي لك، تطلع هاي ماكو هاي تقوم تفتر فتطلع مكوية. زائدا هاي هنا هسه راح نشوف هاي يسمون نشاف، نشاف هنا 4 وهنا 4 8 ثاني النشافات، النشافات شو يسوون؟ مرة ما تغسل الملابس تنشفهم، بس انا اقول لك يمكن بيش بواحد يورو او 50 سنت. وهنا تريد حار، تريد اقل حرارة، تريد يعني تحافظ على الملابس يعني قليل الحرارة قليلة. المهم وهنا تجي الصفات يعني الملابس مالتك، هاي هنا صفتهن، شوف تجي هنا صفتهن تضربهن هنا اوتي ترجع هنا صفتهن، ايش قد حلوه شغله مرتبه حلوه يعني خدميه، شوف هنا ايش قد حلوه. هسه من راح اغسل الملابس راح ارجع النشاف، ومن النشاف راح نرجع نكويهن نحطهن بالجنطه ناخذهن ونروح. شكرا لكم للمشاهده.